مرحبا بكم مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في أينما كنتم. حكومة الإسبانية، من يغادر ومن يتولى المنصب التنفيذي الجديد؟ المصدر عن جريدة البايس الإسبانية مع مفادة القناة أحلام الخليفي. لنتابع بعد الفاصل. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا. اهلا وسهلا بكم في قناة ديسكو امين تي في. مرحبا مجددا من مدريد. وزيرة الخارجية هي من اطلق في اسبانيا استقبال زعيم جبهة البوليزاريو. مجلس الوزراء ازمة السلطة. الحكومة، من يغادر ومن يتولى المنصب التنفيذي الجديد سانشيز. تركت وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا الحكومة في خضم العزمة الدبلوماسية مع المغرب، وحل محلها خوسي مانويل ألفاريز السفير الإسباني الحالي لدى فرنسا والأمين العام للشؤون الخارجية في الفريق الأول في مونكلوا. رمنا اسمه بالفعل لهذا المنصب منذ عام ونصف، لكن التزام بيدرو سانشيز اتجاه لايا عجل برحيله إلى باريس. الآن عاد أخيرا كوزير بعد رحيل إيفان ريدواردو الذي كان الوزن الثقيل الآخر عندما كان ألفاريز لا يزال هناك. يترك ريدواردو رئاسة الحكومة الرئيسية وسيحل محله أوسكار لوبيز. ترك تعيين الأمين العام للشؤون الخارجية في ذلك الوقت سفيرا، كل السلطات في يد ريدواردو حتى اليوم. تم استجواب لايا في الحكومة بشأن قرار علاج زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم الغالي في إسبانيا بفيروس كورونا في مستشفى لوغرونيو. فتح استقباله في إسبانيا في 18 أبريل 2021 سرا، أزمة دبلوماسية عميقة مع المغرب لم تحل بعد. اكتشفت الأجهزة السرية في هذا البلد على الفور التواجد في بلادنا الذي يعتبرونهم عدوهم العام الأول في القتال على الصحراء المغربية، وأعلنوا ذلك. وهكذا بدأ النزاع مع إسبانيا. استجاب له المغرب بفتح الحدود والسماح بوصول الآلاف المغاربة برا وبحرا إلى سبته بمن فيهم الشباب والأطفال. في تلك الأيام أصبح معروفا أن وزير الداخلية فرناندو غرانادي مارالاسكا الذي لا يزال في منصبه اتخذ موقفا ضد الترحيب بغالي، كما اعتبره أشخاص آخرون من مونكلوا خطأ. لجأت لايا إلى حقيقة أن الجزائر موردنا الرئيسي للغاز، قد طلبت ذلك ووفقا للتقاليد الإسبانية للمساعدات الإنسانية، بما يعني أن إسبانيا تقدم خدماتها تقليديا للقادة الصحراويين. وما يحدث هو أنه قبل وصول زعيم البوليزاريو كانت العلاقات مع الرباط سيئة بالفعل. كان المغرب مستاء للغاية من إسبانيا منذ أن اعترف دونالد ترامب في 10 ديسمبر 2020 في خصم ولايته برسيادة المغرب على صحرائه المغربية كرد فعل على حقيقة عدم وجود بادرة لصالح لايا، ثم تعليق الاجتماع رفيع المستوى الران بين البلدين المقرر عقده بعد أسبوع. لم يكن غالي هو السبب الحقيقي لسحب الرباط سفيرها من إسبانيا، لكن كانت الذريعة العلنية هي التي أشعلت الأزمة، ثم لوم لايا داخل الحكومة على عدم قدرتها على توقع رد فعل المغرب على اهتمامها بالزعيم الصحراوي. وفي وقت كانت العلاقات مع الرباط بالفعل متدهورة للغاية، الوزيرة ليست على اتصال حاليا بنظيرها المغربي ناصر بوريطة. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا.